تم وضع حد لمجموعة أشرار تضم 3 أشخاص تنشط في مجال ترويج المهلوسات. هذه العملية بدأت حيثيتها بعد الحصول على معلومات حول نشاط هذه الشبكة الإجرامية ليتم تعميق تحريات وتحقيقات بعد استصدار إذن من النيابة المختصة بمحكمة الحروب الابتدائية، تفتيش مسكن أحد أفراد هذه الشبكة، وتم إيقافه وحجز مجموعة من هذه المهلوسات ليتم إيقاف شريكيه. وفي هذه العملية إجمالا تم حجز أزيد من 1200 كبسولة من دواء بريغابالين ذو منشأ أجنبي تم الحصول عليه عن طريق التهريب، بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج يتجاوز 23 مليون سنتيم، بالإضافة إلى حجز كمية معتبرة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام والأنواع. يضاف إلى ذلك قناع بلاستيكي يستعمل في إخفاء وجوه أحد أفراد هذه الشبكة، وذلك أثناء القيام بعمليات الاعتداءات.